في دارك. نذهب إليهم بعيدا لنروي قصصا وحكايات جديدة في ديارهم. معلما تربويا ورساما تشكيليا. نتعرف عليهم عن قرب. رياضيا مرخابي بالفطرة. ولكل منهم قصة وحكاية يرويها لنا كما يريد. الكلام اللي جبتي من وين انت؟ جبتي من وين؟ صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. نقف على بعض الخبايا والأسرار. بتعامل أخوانا حلو وبارة بينك. لنتشارك في تفاصيل نجمنا المفضل. كنت متمنية يكون عندي بيت بس. بيت بسيط أعيش فيه أنا وأمي وأخواني وكذا. لما نقول بعد المسافة وطيها الخصل وسيد الاسم. بلد دي ما بتشيلنا أنا والبشير، يعني إحنا يا البشير. تشاهدون في رمضان